جمعية الهلال الأحمر موجودة رغم أنه المقر الرئيسي لها استخدم لمرضى مصابي كورونا. إحنا ننطلق في كل فعاليات، نشارك في كل الفعاليات، موجودين في مقرنا الجديد مقر السرايا العثمانية. طبعا اليوم في ذكرى عزيزة على قلوب الجميع وهي ذكرى المولد النبوي الشريف، حبينا أن نقوم بنشاط صباحي لإخواننا المسلمين بتوزيع التمور والمياه على كل المارة في الطرقات، وإحنا موجودين كهلال أحمر سواء في مقرنا الرئيسي أو في المقر المؤقت.